للمزيد من المتابعة حول تلقي المساعدات الدولية وكذلك بشأن دخولها إلى القطاع وأحوال رعايا الدول الأجنبية والمصابين، ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بابرس. كريم، هل لك أن تطلعنا على آخر التفاصيل لديك، آخر التطورات؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هي النقطة الأهم وهو التطور الملحوظ ودخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة ومحملة بما يقرب من 25 ألف لترا من الوقود، ولكن قوات الاحتلال قررت أن يستخدم هذا الوقود في الشاحنات التي تنقل المساعدات من معبر رفح الفلسطيني إما إلى المستشفيات أو إلى الأماكن التي ستحددها الأونروا بالطبع. هذا بالطبع تصريحا عن الأونروا التي حددت أن هذا الوقود الذي دخل سيتم استخدامه في الشاحنات التي تنقل المساعدات فقط. يذكر أيضا أن عدد كبير من المستشفيات في شمال قطاع غزة وقطاع غزة بشكل عام خرج عن الخدمة بسبب نقص الوقود، بجانب عدد كبير من المرافق الحيوية ومنها أيضا شركات الجوال وشركات المحمول خرجوا أيضا عن الخدمة ويعملوا الآن فقط على البطاريات الشحن. لذلك ربما يعد هذه انفراجة بسيطة في دخول الوقود، ولكنه لا يعد إلا جزء صغير فقط من احتياجات قطاع غزة من الوقود. جاري الآن أيضا تجهيز الشاحنة الأخرى من الوقود، ولكن لا يوجد أنباء عن مدى قبول قوات الاحتلال من دخول هذه الشاحنة أم لا. معبر رفح المصري مفتوح دائما، متواجدين كل المرابطين وكل الهيئات الخاصة بالدولة المصرية ومعبر رفح المصري لاستقبال الشاحنات، وهو مفتوح ويدخل من خلاله بالفعل الشاحنات، ولكن ما يعرقل دخول هذه الشاحنات هي قوات الاحتلال. بالإضافة لل150 شاحنة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية التي دخلوا بالفعل بالأمس، يوجد الآن أيضا عدد كبير من الشاحنات متواجد أمام بوابة معبر رفح المصري في انتظار دوري للدخول عبر بوابة معبر رفح المصري. بجانب ذلك أيضا سيارات الإسعاف متواجدة أمام المعبر. ارتفع عدد المصابين الذين دخلوا بالفعل من رفح الفلسطينية إلى رفح المصرية وتم توزيعهم على المستشفيات المختلفة، من 4 مصابين إلى 9 مصابين بالفعل دخلوا إلى المستشفيات المختلفة وتم توزيعهم بالفعل. هذا بالإضافة أيضا لمزدوجي الجنسية الذين دخلوا بالأمس وهم 400 من مزدوجي الجنسية، ولكن حتى الآن لم يدخل أي من مزدوجي الجنسية، وممثلين السفارات متواجدين بالفعل أمام بوابة معبر رفح في انتظار مزدوجي الجنسية. إذا عدنا مرة أخرى إلى العريش حيث أنا متواجد الآن، المطار استقبل اليوم أيضا عدد من الطائرات كما ذكرتم، طائرة من الكويت ضمن الجسر الجوي الذي أعلنت عنه الكويت، وأيضا طائرة سعودية وطائرة أيضا من الإمارات. لذلك ارتفع عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ بداية الأزمة إلى أكثر من 110 طائرة، تتخطى هذه الأعداد كل ساعة تختلف حسب وصول عدد الطائرات، محملين بعدد كبير من المساعدات والمستلزمات الطبية، ولكن التركيز الآن في المساعدات التي تأتي عبر جمهورية مصر العربية عن طريق الشاحنات الأرضية هي شاحنات المياه. كما أن اتحاد قبائل سيناء أيضا أعلن اليوم عن تجهيز قافلة كبيرة من المساعدات التي ستدخل عبر معبر رفح، أو على الأقل ستذهب إلى معبر رفح من أجل السماح لها بالدخول إلى الجانب الآخر للأشقاء في فلسطين. نعم، أشكرك جزيل الشكر كريم بابرس على هذه التغطية الوافية من معبر رفح. شكرا جزيلا على هذه المتابعة.